مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم جميعا. احنا متواجدين مع حضراتكم من مركز مدينة التمنية القمح، واللي شهدت واقعة مأساوية صباح أول أمس بإقدام زوج على قتل زوجته بطريقة بشعة بعيار ناري، وإصابة شقيقها بعدة طلقات نارية، وكمان قام المتهم أو الزوج بحرق محل خاص بزوجته داخل قرية ابتدين التابعة لمركز مدينة منيا القمح. تفاصيل مأساوية هيحكيها لنا والد الضحية من هنا من مركز منيا القمح. احنا بنعزي حضرتك وبنقول لك البقاء لله، البقاء والدوام، ربنا يصبرك يا رب ويصبر الأسرة جميعا ويشفي الأستاذ حمدي، اللهم آمين يا رب. ممكن حضرتك تحكي لنا تفاصيل الواقعة بالظبط؟ حضرتك أنا جالي تليفون إن المحل بتاع بنتي مولع. التليفون جالك إمتى بالظبط؟ جالي حوالي الساعة 4 إلا 5 4 إلا 10 في الحدود الفجر. اتصلت ببنتي وابني ينزلوا يشوفوا ايه الحريق اللي في المحل. تمام. اتى بيه كان كمين لان الولا راح ولع في المحل، ونزلوا العيال اول ما نزلوا من الشارع دخلوا نزلوا من البوابه بتاعت البيت، لقوا الولا فتح عليهم ضرب النار مباشره. تمام. والولا ضرب بنتي في ظهرها، وقعت رجع وخلص عليها في دماغها عامد متعمد. واخد السلاح بتاعه ورايح للمكان اللي هو ان هو متربص لهم ان هو يروح يولع في المحل. تمام. عشان حد ينزل من البيت في الوقت ده ويضربهم بالنار عامد متعمد، يعني معنى كده ان هو مخطط للحاجه. ويضرب ابني وفي ظهره وفي بطنه، ونجيب السيد مأمور مركز منيا القمح مشكورا. ساعة ما اتصلت عليه راجل لب النداء وجالي هو والسيادة معاونين المباحث ورئيس المباحث وجولي في الوقت نفسه، واتصلت بنجدة الزقازيق بعتت لي الأسعاف، وبصراحة الله إن هم جابوا معانا بالتعاون معايا. لكن الإهمال بتاع الناس، إيه اللي أنا بنتي عملته؟ إيه اللي هي السبب إن هي تنجتل بالشناعة والقذارة اللي هي شافتها؟ ان واحد يضربها في دماغها ويفرتك دماغها، ايه اللي هي عملته؟ عشان بتربي عيالها، ما بقالها سنه ونص عندي اكله شاربه نايمه بتاكل عيالها من عندي، ولا باخد منها ابيض ولا بحاسبهم على حاجه ولا خدت منه ابيض ولا اسود. يقتلها ليه؟ ايه اللي هي عملته؟ وايه الذنب اللي هي عملته؟ ايه الذنب اللي هي ارتكبته؟ ما جاب لها بخمس ست ساعات طلب الصلح، قلت له تعالى خدها، تعالى يا ابني خد ادفع مصاريف عيالك وخدها، مبروك عليك، ولا انا عايز اكل ولا عايز شرب، ومبروكين عليك، تعالى خدهم. يقوم يا كني بيهديني عشان يلف ويكمل جريمته، ان هو يجي يروح يولع في المحل بتاعها اللي هي فاتحه لها بتاكل عيش منه، وفيها ملابس بتبيع ملابس حريمي عشان عيالها تربي عيالها، يولع فيها يولع فيه ويرجع يقف هناك قدام في الضلمه قدام البيت عشان يخرجوا في نفس الوقت يضربهم بالنار. عيني عينك، قاتل متعمد، وان هو يخطط لجريمته وينفذها. انا بطلب من السيد رئيس المباحث والسيد رئيس النيابه والقضاء انه يكون في عدل، إن يكون في عدل. ربنا سبحانه وتعالى قال من قتل يقتل، من قتل يقتل، ده ينجتل فندان عام قدام الدنيا كلها. بنتي ما عملتش ذنب إنها تتحاسب، إنها تتفجر دماغها في قلب الشارع، في قلب الشارع قدام الناس كلها. إيه اللي هي عملته؟ إيه اللي هي عملته عشان تنجتل قدام الدنيا كلها؟ إيه اللي هي عملته؟ أنا عايز أفهم إيه اللي بنتي عملته عشان تتحاسب الحساب؟ إيه اللي بيضربها؟ كل ما تغضب يضربها وترجع، والدنيا كلها راحت صلاحتها له، وما امتنحتش للصلح نوبة، ما امتنحتش عمري للصلح، وراح للمحامي وطلب إن هو يصلح. قال له يا ابني روح لهم، روح لهم وقول إن المحامي خد فلوس وتعالى يا عم اصلح، والمحامي ما خدش حاجه، وقال له يا ابني روح اصلحها، روح خدها، وروح قول لابوها ان انا خدت فلوس وتعالى خدها. محدش اتاخر ان هو ياخد مراته،
يجوا يحاسبنا اللي احنا ما عملناش حاجه ولا عملنا حاجه، ان هو يفرتك دماغك. ودي مش اول واقعه تحصل. قبل كده ضرب امها، راحت تحوش عنها في البيت ان هو ضربها، يضربها بالسكينه يعورها، قطع دراعها بالسكينه وخليته راحت نازل، خليتها راحت اتنزلت بعد الصلح. قعدت 6 ايام وغضبت وضربها في عينيها، بوظ لها الشبكيه والقرنيه. ايه اللي هي بنتي بتعمله؟ ايه اللي غلطه ان بنتي بتعمله؟ مش قادر يصرف عليها ولا قادر ياكلها، اعمل ايه قالي عشان هو مش قادر ياكلها؟ اعمل ايه؟ قول لي يا حاج، ايه سبب اللي خلى الزوج يقدم على قتل زوجته بالطريقه البشعه دي واصابه اخوه؟ للاسف الشديد المشي الوحش ده. بني ادم لو عارف ربنا وبيصلي، ده اذا كان بنتي بتقول له يا ابني يا حبيبي تعالى تعالى نحوش عشان عندنا بنت ونعمل لها، يقول لها هو احنا هنحوش ليه؟ هو مش في جمعيه شرعيه في البلد؟ ما بنتك بتتجوز من الجمعيه الشرعيه، هي بنته هتتجوز من الجمعيه الشرعيه، بنته هتتجوز. طب ما تحاول زي ما هي بتسعى وبتجيب ملابس حريمي وبتبيع عشان تاكلك وتاكل عيالها، حوش معاها واعمل لبنتي مستقبلا، مستقبل لها. ايه اللي هي بتعمله غلط؟ ايه اللي بنت عملته نوبه واحده غلط؟ ايه الحساب؟ لو قلت له 100 مره لو بنتي غلطت غلطه واحده تعالى رن عليا وانا اجي لك لحد البيت. هو كان بيشتغل ايه؟ هو كان بيشتغل شغل كتير، كان شغال في الفنادق شويه واشتغل طباخ شويه، واخر المتم لما باظ اشترى تروسيكل ولف مع النسوان في السواق، السواق الخضار، وتعلم المسخره وقله الادب. وان بنتي غضبت نوبه تروح تلاقي نص هدومها مسروق ومشحتهم للحريم، حاجتها مسروقه، امه لابسه هدومها، حاجه اخر قله ادب. واحنا راضيين وبنقول عشان تربي عيالها، تربي عيالها اللي هي صارفه عليهم، اللي هي بتحفظهم في القرآن، اللي هي ما غلطتش غلطة واحدة مع في أي حاجة في الدنيا، ولا غلطت عمرها فيه، ولا غلطت مع أي حد بكلمة غلط، ولا قالت حاجة وحشة على حد في حالها، قاعدة ولا بتعمل أي حاجة غلط عمرها. ولادها بتحفظهم قرآن، بتودوهم دروس، شهريا كان 1200 جنيه للحضانة وللدروس. ايه اللي بنتي عملته غلط عشان جيت قدام بيتها وتتفجر دماغها وان هو يضربها ويرجع يعيد عليها ضرب تاني؟ يعني هو بعد ما ضربها، بعد ما ضربها ورجعت رجع يعيد عليها الضرب ان هو يخلص في دماغها تاني؟ يعني معنى كده انه فرتج الدماغ ده فجره حتت بعد ما ضربها في ظهرها 2 ولا 3، مجوره في دراعها. اروح الاقي بنتي غرقانه في دمها. شفتها في قلب الشارع ولا في قلب الشارع؟ يعني شفتها وهي في قلب الشارع. انا قلت اروح اشوف ايه الحريق اللي في المحل، افوجئ ان ولادي الاثنين مضروبين بالنار في قلب الشارع وغرقانين في دمهم. لا حول ولا قوه الا بالله. والكاميرا جايباه، والكاميرا جايباه وهو مولح في المحل، والكاميرا جايباه وهو رايح بيضربهم بالنار، ويجري ورا عيل عنده 13 سنة ابني صغير رايح مع اخواته، يجري معاه في يجري وراه في الاراضي عشان يضربه بالنار، ويجري ورا مراته عشان يضربهم بالنار. انه عدل؟ انه عدل؟ طب قول لي يا حاج، ايام كانت متجوزة بقى لها كام سنة؟ بقى لها يجي 10 سنين متجوزة. عندهم اولاد قد ايه؟ عندها ولد اسمه عصام في تاني رايح تانية ازهر في المعهد الديني، وعنده بنت راحة احتمال كبير راحة السنة دي إن شاء الله تروح المدرسة. قلت لي في بداية اللايف إن آية غضبانة عند حضرتك في البيت بقالها سنة، بقالها سنة ونص. إيه سبب الغضوبة دي؟ إنه ضربها في عينيها، بوظ لها الشبكية والقرنية بسبب إن هو مش قادر يجيب لها كيس، طلبت منه كيس مكرونة وكيلو بطاطس عشان تأكل عيالها. بسبب إن هي طلبت كيس مكرونة وكيلو بطاطس تاكل عيالها، ضربها في عينيها، بيقول لها هاتي فلوسك اللي انت محوشاها في البوسطه. وبوظ لها عينيها. واخره المتم ان يروح يعمل محضر ان بنتي واخده عزلها وهي ماشيه بولادها، ان واخده عزلها بالكامل. ربنا كرمنا
والمحضر انحفظ في النيابه، لان مفيش اي ادله ان احنا ناخد عزال ايه، ولا في واحده في الدنيا هتروح واخده عيالها على ايديها هتاخد عزال؟ انه عقل وانه منطق انه يقول الكلام ده؟ قول لي يا حاج، الفتره اللي عاشتها السنين اللي فاتت دي كلها ايا مع زوجها، كانت التعامل برضو بنفس العنف ولا كان العنف ده تحول؟ للاسف العنف ده ما جاش الا من جيمه تيجي 4-5 سنين. كان الاول زي الفل، لكن للاسف الشديد اتحول لمجرم، اتحول لبشاعه الدنيا وجريمه مخططه. لان في الحال لما بنتي واقعه في الشارع وما سايحه في دمها هي وابني، رحنا نجري على بيوتهم ما لقناش اي حاجه، ما لقناش ولا حد، ولا مره ولا راجل ولا عيل. معنى كده انهم كان عندهم علم بالجريمه. قلت لي برضو في بدايه اللايف ان ايا قبل الواقعه بحوالي 5 ساعات كان بيحاول ان هو يصلح ايا، كان عايز يصلحها. وقلت للراجل اللي جالك قال لك ايه وايه اللي حصل؟ جه الراجل قال لي انا اسيبني يوم واحد عشان اصلحها وان راضي العمليه. قلت له يا ابني ان كان الواد ده هيجي منه اعتمد على الله. ماشي. راح هناك وكلمهم وضرب عليا بالتليفون، قال لي يا عم الواد ده مش نافع، ولا دافع ربع جنيه ولا دافع ساغ، بيقول مش دافع ولا ساغ ولا اي حاجه لهم. ومش عايزها. تمام. ادي اللي حصل. افوجئ ان الساعه 4 يجي لي تليفون ان في حريق في المحل. ابعت عيالي يطلعوا، مجرد ما يطلعوا من البوابه ينضربوا بالنار. عيني عينك في الدنيا بحالها، اروح الاقي بنتي سايحه في دمها ودمخها متفجر، وابني الصغير يقول لي يابا بعد ما ضربها، وهو بيجري ورايا لما ما حصلنيش وضرب نار طلعت في الهواء، يقوم اجري يرجع تاني وعيط على اختي، يرجع يخبطها في قلب دماغها. يطلعوا يقابلهم بقى، يعني تخطيط. في ايه فرق بين البيت؟ في فرق من البيت لحد محل كيلو، من المحل حوالي كيلو. فهو راح لهم اول مره، راح المحل ولع المحل، او حد بقى كان معاه مدبر العمليه معايا ولع له الدنيا هناك، الله اعلم الدنيا كانت تمام. واخد بالك؟ فهو الاول واخد الاول حاجه ولع الدكان، بعد كده اتصل بيهم وقال لهم خلي بالكم الدكان بتاعكم ولع. واتصل عليهم صحهم من النوم، صح عصام وصح النوم. هو عصام ما كانش بيت في البيت اصلا. تمام. طلع يجروا على اللي عدى، اول ما طلع من البيت على طول كان هو مستني اللي هو طلع ده 100 متر بين البيت وبين الضرب بتاع، ما يكملش 100 متر كمان. كان هو مرسل نفسه في واقف في حته وضرب على طول، ضرب الولا وضرب البيت. احنا عايزين يعني هو كان رايح ناوي ان هو يضرب، هو رايح يضرب. ولا لا 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 ما فيش اشتباك. اشتباك ايه؟ تمام. هو مستخبي ولابد وقاعد مستني. تمام. والاتصال واللي اتصل الساعه على حريقه الساعه 4 بالليل دي، مين ولع؟ ما الدكان مقفول من العشاء. تمام. مين ولع؟ يعني شوف ايه استاذ عصام، قول لنا طلبات حضرتك ايه؟ طلبات العدل. العدل انه يشيلك في ميدان عام زي ما قتل بنت في قلب الشارع قدام الدنيا كلها، انه يصلك في قلب ميدان عام. ده العدل بتاع ربنا. العدل بتاع ربنا. من قتل يقتل. ربنا اللي قال في كتابه العزيز من قتل يقتل. واذا قتل عامد متعمد. طيب طمنا بقى في اخر حاجه على حاله حمدي. حمدي عامل ايه دلوقتي؟ حمدي اوديه مستشفى منيا الجامع. الدكتور يخيط على 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 الطلقه. واجي هنا ما يلاقيش، ما فيش اي حاجه هناك في المستشفى تسعف ابني. والدكتور لفندي ان هو الراجل المتعلم، الدكتور اللي الناس تروح له، يخيط على طلقه. واجي به هنا مستشفى العاصمه يفتحوا الخياطه تاني ويطلعوا الطلقه. ده اعمال طبي. ازاي هو يخيط على الطلقه جوه؟ فين وزير الصحه؟ فين وزير الصحه اللي هو يشوف دكتور يعني لما هو خيط على طلقه ويجي الدكتور في مستشفى العاصمه يفتح تاني الخياطه ويطلعها؟ طلع خط كامل بالبلاستيك بتاعه. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يصبر حضرتك. هو عايز فوق، هو بنحاول نموت. ندعم ربنا يجبرنا بيه. طب هي حالته الصحيه عامله ايه دلوقتي يعني؟ ندعي ربنا ان ربنا يفهم الشفاء على خير. هو استئصال من عنده من الامعاء بتاعته، استئصال من الكبد من البنكرياس. عامل استئصال في نص باكو شايف. استئصال من هنا مش عارف 60 سم، هنا 40 سم، هنا 30 سم، من قلب الامعاء. الخرطوش كله موزع على جسمه كله.
ونطلب الرضا من عند ربنا الشيخ من عند ربنا. ان شاء الله ربنا يشفي يا رب. ان شاء الله باذن الله ربنا يكبرنا فيه. مشاهدي ومتابعي موقع وجهه نظر بس عند ربنا في كل مكان. سمعنا مع حضراتكم من والد آية ضحية زوجها اللي قام بقتلها بعدة طلقات نارية من سلاح فرد خرطوش، بعد طبعا ما بلغ أسرتها من خلال مكالمة هاتفية إن المحل الخاص بالملابس بتاعها في قرية التجديد في منيا الأمن محروق، وطبعا هو اللي كان أشعل النيران فيه. طبعا آية وشقيقها جريوا طبعا على المحل علشان يشوفوا إيه اللي حصل، لقوا الزوج موجود هناك وقام ب يعني حسب كلام والدها ان هو كان متربص ليها، وقام باطلاق عده طلقات ناريه عليها او بحياتها في الحال، وكمان اصاب شقيقها، واللي دلوقتي في احدى المستشفيات في مركز مدينه منيا القمح بين الحياه والموت. بندعي له كلنا بالرحمه ان شاء الله ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه. وشكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع وجريده مصر في كل مكان.